عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين في الدنيا، أحلى أخوات في الدنيا. النهاردة فيديو النهاردة عشان خاطر أشكر أبي مريم قناة حبيبي والله على التفعيل، ربنا يجازيك خير ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. أبي مريم فعل لي قناتي، ربنا يجعله في ميزان حسناته كده يا رب، ويكبر بخاطره ويسعد أيامه يا رب، ويسعد حياته ويخلي له ولاده يا رب. أقوى عيلة على اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله، محقق جميع الشروط، بيحقق جميع الشروط، شرط اول، شرط تاني، شرط تالت، شرط رابع، جميع الشروط مع ابي مريم وبس. عيلة حبيبي والله اقوى عيلة على اليوتيوب، قناة حبيبي والله اقوى قناة على اليوتيوب. ربنا يجازيه خير يا رب ويجعله في ميزان حسناته، لانه هو بيساعد الناس بدون مقابل، هو مش عايز مقابل، مش عايز اي حاجة من اي حد غير الدعوة الحلوة، غير الناس تكون صادقة معاه. ربنا يجازيه خير يا رب وجعله في ميزان حسناته، لأنه هو بيعمل لله كتير وبيعمل خير للناس كتير من غير مقابل. أحب أشكره جدا جدا جدا، ولو فضلت أشكره من هنا لغاية يعني لغاية السنة الجاية مش هورد ومش هوفي حقه عليا، مش هوفي الشكر، يعني مش هوفي أي حاجة، أي حاجة مش هوفيها ليه، لأن هو يستاهل أكتر من كده بكتير، أكتر يستاهل إن أنا أشكره أكتر من كده بكتير. لو قعدت من هنا زي ما أنا قلت من هنا للسنة الجاية برضو مش هوفي حقه عليا، لأنه هو يستاهل أكتر من كده بكتير. ربنا يقعدهولي يا رب في ولاده وفي أولاده وفي بيته وفي عياله ويجعله في ميزان حسناته. ربنا يخليك يا أبي ويجازيك خير ويجعله في ميزان حسناتك يا رب، وشكرا جزيلا. ذخري وراس مالي ما أنسى فضل أبوي.